نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر، منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، الله يخليك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا تحياتي لنجومك الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. منورك يا كابتن. مبروك النادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وحظ اوفر لنادي السموحه. كابتن ايمن، قبل ما نروح طاقم التحكيم ونعرف الساده المشاهدين بطاقم التحكيم، نقول المباراه كانت صعبه ولا كانت سهله؟ المباراه لحد دي 40 اعتقد كانت مباراه صعبه على التحكيم، لحد ما النادي الاهلي احرز الهدف الاول والثاني والثالث. هنا النادي الاهلي النهارده فوق النادي الاهلي في الاداء وفي النتيجه، سهل مهمه التحكيم يا كابتن احمد. ودي يمكن الحكم بيبقى احيانا محظوظ واحيانا مش محظوظ. فالشوط الاولاني من الدقيقه 40 المباراه سهله جدا جدا تكون التحكيم نتيجه تفوق اداء النادي الاهلي في النتيجه وفي المستوى. طاقم التحكيم النهارده بنقول ان هو كان ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، كان معاه مساعد متميز جدا 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 شريف عبد الله، وكان معاه المساعد الثاني ايضا كان محمود لطفي، والحكم الرابع حسين الكريمي، وكان على الفار وائل فرحان، وكان موجود معاه الحكم الدولي محمود ابو رجال. عندنا الحالات بسرعه وهنمر على الحالات، اهم الحالات اللي هي في المباراه كابتن ايمن، سواء كان الحكام او الحكام المساعدين، ونشوف عندنا اول حاله. الحاله ديت اعتقد البعض قال يمكن فيها مخالفه ولا مش مخالفه، نشوف يا كابتن. هنا هو شريف هنا لما وصل للكره كابتن احمد اتزحلق على الارض، وبالتالي هو اللي رجليه راحت ناحيه مدافع، هو اختلت وزنه بيلعب الكره، وراحت يعني في اتجاه مدافع سموحه، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا لا يوجد مخالفه اطلاقا، لا يوجد مخالفه من اللاعب المدافع اتجاه اللاعب محمد شريف، وبالتالي هنا استمرار اللعب كان قرار صحيح لحكم المباراه ابراهيم نور الدين. الحاله الثانيه نشوف حاله من الحالات المهمه. عندنا المساعد رقم واحد هو شريف عبد الله، حكم من منطقه القاهره. كابتن هنا نشوف هنا لحظه التمرير، نرجع تاني بعد اذنك. لحظه التمرير ومواقف التسلل. كابتن هنا اللعبه دي لعبه صعبه جدا 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 كابتن ايمن، خلي بالك. والقرار هنا لحكم المساعد شريف عبد الله. هو هنا عمل الديلي تاني بنقول، ودي مبدئيا دي خطوه اولى من الحكم المساعد، ان هو اخر ان هو يشيل بالراي. نمشي ونشوف هنا تسلل كان بجزء من الجسم. انا هرجع بس للقطه اللي فاتت دي بالظبط، معلش. هنا شوف، بنتكلم وبندي ثقافه للحكام ايضا من خلال هذه الحاله. شوف يا كابتن احمد هنا كابتن شريف، تمركز الحكم المساعد، التمركز احيانا بيدي القرار الصحيح. تمركز مع يقظه، هو ربط كويس قوي 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 لحظه التمرير وموقف التسلل. حاله من الحالات الصعبه يا كابتن نصر، صحيح. هي دي المشكله، خد وقت كبير قوي. انا حاسب لها بالظبط 3 دقايق يا كابتن. طيب كبيره يا كابتن نصر، يعني ايه قوي في الفار 3 دقايق في الفار، يعني حتى لما نيجي نتكلم في الوقت بدل الضائع. كان المفروض يبقى اكتر من اللي ابراهيم اداه. يعني اللعبه دي لوحدها يا كابتن، احنا السؤال بس هو ليه خد كل الوقت ده؟ مع ان انا يعني الحاله واضحه، يعني مش محتاج كل الوقت ده، الوقت ده بالعكس، الوقت يعني ده احنا كلنا هنا حسينا من البدايه ان هي هدف، ان قلنا اوفسايد. اوفسايد لا، انا الوحيد اللي حسيت انها هدف. ولكن طبعا هو بص لما هو تاخير في الوقت تاخير في الفار، ولكن الدقه اهم من السرعه. يعني ايه؟ يعني هنا الفار برضك يعني ده هدف، خلي بالك كابتن علاء، ده هدف، وممكن يعني ضبط التسلل بالنسبه للفار غلط يمنع هدف او يحتسب كابتن هدف. كابتن انا عايز اسال سؤال بعد اذن حضرتك. طب هو تقنيه الفار في مصر، الكاميرات اللي موجوده في الملاعب زي الكاميرات اللي بتبقى موجوده بره، يعني بتديهم نفس التقنيه كده؟ اتكلمنا فيها قبل كده ان لا، في نقص في عدد الكاميرات. الموضوع هنا في مصر خد بالك، يعني بره احنا بنتفرج مثلا على الدوري الاسباني، كذا زاويه، انت في 30 ثانيه بالظبط في قرار. هنا النهارده في مصر بتقعد، يعني النهارده لو الاهلي يعني لو قدر متعادل ومديله 3 دقايق يا كابتن، الفار لوحده واخد له 3 4 دقايق كابتن احمد، فده يعطل اللعب بشكل كبير. تمام كابتن احمد، احنا بنامل ان شاء الله الموسم الجديد ان يكون في الكاميرات تبقى موجوده اكتر كابتن ايمن. خلي بالك الكاميرات دي مهمه جدا جدا، لان هي ديت من خلالها الفار بيشتغل. صحيح. من غير ما اقول النهارده اشتغل بست كاميرات او 8 كاميرات، وفي مباريات قلت قبل كده بتبقى ب 30 و 33 كاميرا في الملعب. صح. ولكن نامل ان شاء الله الموسم الجديد يبقى فيه الكاميرات الجديده. هو هيبقى فيه فار للموسم الجديد يا كابتن؟ ان شاء الله. متاكد؟ الفار ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. لكن هنا بنقول ايه؟ بنقول شريف عبد الله هنا، انا بحييه لان الهدف اللي جاي ايضا عند شريف عبد الله كابتن ايمن. صح. فهنا حاله تميز للحكم المساعد. نمر ونروح الحاله اللي بعد كده ونشوف
الحالة اللي عندنا بعد كده الهدف تقريبا الهدف الأول. طيب هرجع تاني كده الحالة دي كابتن، يمكن هو هنشوف من هنا. ستوب ستوب، خلي بالك انا مش جاي بس تحكيم، ولكن احنا قلنا الحكم الشاطر يبقى عنده القراءة والتمركز والتوقع وفهم اسلوب لعب الفريقين يا كابتن ايمن. هي هو ده التحكيم الحديث. نشوف ابراهيم نور الدين في هذه اللقطه، اتفضل. شوف توقع ابراهيم الدور هنا، هنا هو توقع. ارجع تاني، ارجع تاني بس، انا مهمني جدا. هو هنا استشعر ان هنا في كونتر اتاك. مظبوط كابتن احمد، ايوه معاك. هو استشعرها، ما استناش بقى لما الكره تتنقل في نص الملعب وتروح هجمه. نشوف ابراهيم الديني وتصرف حاله من الحالات اللي هي زي المباراه اللي فاتت التوقع. هنا شوف السبرنت، شوف السبرنت زيه زي اللاعب. نرجع تاني، انا عجباني جدا جدا الحاله دي كابتن. دي درس طبعا. درس كبير جدا طبعا. لحكامنا البعض اللي هو بيبقى كسلان شويه. شوف ابراهيم، شوف هنا بالظبط، هنا استشعر خطا وبدا توقع من حكم المباراه في هذه اللقطه اللي هو عمل كونتر اتاك ورجع رد تاني في هذه الحاله. محتاجه كابتن شريف مجهود بدني، محتاجه سرعه، محتاجه تحمل السرعه، تحمل السرعه في هذه اللعبه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. الهدف ده الجول، الهدف زي ما اشدت بشريف عبد الله اللي هو كان الحكم سعد اللي لغى الهدف لحسين الشحات. نشوف هنا هذه الحاله، لحظه التمرير يا كابتن، نطلع الكوره ستوب، نرجع تاني. طبعا ده هدف، نرجع تاني من هنا، نمشي نمشي كمان 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 ستوب. ايضا دي حاله صعبه صح، لو انا مش رابط كويس ومش مركز كويس كحكم ساعد، مش مركز كويس، اعتقد ممكن تعدي مني وارفع رايي. نمر ونشوف الهدف السليم، هدف سليم من شريف، وده نتيجه تمركز الحكم مساعد ايضا شريف عبد الله. برضه وقف كتير جدا في اتخاذ القرار بعد الهدف ده. تمام يا كابتن شريف، مش كده؟ نمر للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات مهمه جدا جدا جدا. ونشوف هنا ابراهيم نور الدين لم يتردد، هي طبعا واضحه جدا خلي بالك وسهله جدا جدا جدا، ولكن احيانا ممكن حكم لو مش مركز يقول لك اللاعب نجح في لعب الكره او ما نجحش، ولكن هنا انا بشيد بابراهيم لم يتردد ابدا. هو اداله انذار يا كابتن في الكره دي؟ هنا احنا قلنا التنافس بقى يا كابتن ايمن، لان هنا مش فرصه واضحه. احنا قلنا في الفتره اللي فاتت في ماتش الترجي لما تكون فرصه واضحه تمام، عشان تعتبر تهور شويه، وهو هنا اللاعب هو داخل بيعمل تكنيك على الكوره يا كابتن علاء. لا لا بيحاول يلعب الكوره، احنا قلنا في محاوله لعب لم ينجح في لعب الكره، بس ما لمسش الكوره خالص وداخل جامد جدا على جسمه. اوكي تاكلين بالذات هو رايح يلعب كره كابتن ايمن لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي ارتكب المخالفه. وهنا بنقول لو فرصه واضحه كان ممكن ياخد انذار، ولكن هنا الفرصه مش واضحه، وبالتالي هنا القرار قرار صحيح باحتساب ركله جزاء فقط بدون الانذار. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده نشوف هذا بايده شيد محمد محمد لطفي حكم من منطقه كفر الشيخ، ممتاز جدا جدا ومركز. هذه اللعبه برضك من الالعاب اللي هي صعبه جدا جدا، الايد هنا يمكن ما يشوفهاش، ولكن شوف الحكم المساعد هنا، شوف التكنيك بتاع الرايه مع الحكم المساعد اشار بالمخالفه، وممكن الحكم ما يشوفش وممكن ما يكونش فيه الفار، وبالتالي تبقى هجمه. الحقيقه برضو ابراهيم نور الدين تمركزه جيد يا كابتن. بالظبط بالظبط. النهارده كابتن احنا يعني هنتكلم على التحكيم في نهايه الالعاب، ولكن هنا شايف ان تعاون هنا تعاون كان نموذجي من الحكم سعد رقم 2 محمد محمود لطفي. نمر ونروح لبعد كده للحاله اللي بعد كده ونشوف ستوب. هنا في مخالفه ولا ما فيش؟ في مخالفه. مخالفه تستوجب البطاقه، ولكن هو فضل الاستمراريه، فضل ان هو لعب يتواصل. والانذار مش هيروح مني يا كابتن احمد صح، هرجع لكن انا بدي الافضليه اللي ممكن من خلالها النادي الاهلي يزيد ويعمل هجمه ويجيب جون، وهرجع تاني للانذار. نمر ونشوف هنا لاعب النادي الاهلي النهارده هو اللي خرج الكوره نتيجه اصابه اللاعب لاعب النادي الاهلي، وهنا نشوف على طول ابراهيم لم يتردد هنا ومره واحده ادى الانذار. تطبيق جيد لمفهوم اتاحه الفرصه صحيح. من الحكم. عايز النهارده بشكل كبير النادي الاهلي تفوق اداءه ونتيجه سهل مهم التحكيم، ولكن التحكيم النهارده كان ليه دور في ان هم سهلوا ايضا المهمه على نفسهم. نتمنى التحكيم يا كابتن سريعا كده، قرينا النهارده ان الاتحاد الافريقي رشح او حدد حكم المباراه النهائيه تمام، بس الحكم تقريبا كلنا ما نعرفش عنه حاجه،
ما هو هنا كابتن هنا ما هو اتحاد فكره اول مره نسمع هو لعب الحكم البرونزي غريب جدا اللي هم اللي انا سمعت ان هو ترشح هو لعب اكتر من مباراه في التصفيات اللي هي الامم الافريقيه ولعب في مباراه دوري الابطال وزي ما حضرتك قلت بس مش معروف زي مثلا رضوان جيد زي جوميز زي مصطفى غربال زي كل الناس دي ولكن هو بيعمل اتحاد فكره ان هو بيدي الفرصه لاكثر من حكم في النهايات بالذات لان تحسب له كحكم في افريقيا نتمنى ان شاء الله باذن الله ان تحكيم النهارده زي ما كان التحكيم جيد نتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله في المباراه كلها اللي جايه ان التحكيم يكون موجود والف مبروك للنادي شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس شكرا كابتن وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه سموحه والاهلي والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-0 مع الرقفه الف مبروك للنادي الاهلي وكل التوفيق للنادي الاهلي المباراه القادمه ان شاء الله بشكر نجوم الكبار اللي شرفوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف شكرا بتاعتنا يا كابتن مشكورك كابتن والف مبروك عقبال اللي جاي ان شاء الله كابتن علاء ميهوب الف مبروك الله يبارك فيك يا ايمن وان شاء الله الف شكرا كابتن امتعتنا ان شاء الله ان شاء الله يعني. باذن الله رب العالمين كابتن اسامه عرابي الف شكرا كابتن امتعتنا شكرا ليك والف مبروك وبنبارك كمان لجماهيرنا وما يزعلوش على الماتش اللي فات لانه لازم يعرفوا ان الكوره فيها كده يعني صحيح كابتن احمد بلال الف شكرا كابتن امتعتنا كمان ربنا يخليك اهداف مبروك طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله يبقى دوري وافريقيا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى استوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي